مشاهدينا في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين. أحلى حاجة في الدنيا ليالي رمضان، وليالي رمضان في مصر المحروسة لها طعم تاني خالص. اسمحوا لي في البداية أرحب بزميلتي الجميلة إسراء. ازيك إسراء؟ ازيك يا عبير، وكل سنة وانتي طيبة حبيبتي. ويمكن دايما بقول إنه من أجمل الحاجات اللي بتحصل لنا في شهر رمضان على خيمة مصر الزراعية إن احنا بنلتقي بزمايلنا اللي بقالنا كتير جدا ما شفناهمش. كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما على الخير معانا في ليالي رمضان متجمعين. خلاص الشهر تقريبا قرب ينتصف، ركزوا جدا في العبادة، ركزوا جدا في الصيام. عارفة طبعا أكيد إن احنا كلنا حافظين أحاديث وآيات قرآنية عن فضل هذا الشهر الكريم، فده بيدي للعقل الباطن كده إحساس إنه خلاص اعتاد على هذا المعنى الحلو بقى. والأحلى إنك فعلا تجدد المعنى ده. هتقولوا لي ازاي؟ اقول لكم بقى ان احنا دايما نكون حريصين على التقوى. التقوى هي اجمل شيء في الدنيا ممكن تكون ما بين العبد وربه، والتقوى هي اجمل شيء في الدنيا ممكن تكون ما بين العبد وربه، والتقوى هي اجمل شيء في بين العبد وربه وكزمان. لكن هيظل الخير في أمة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم لحد يوم الدين. صح يا عبير ولا إيه؟ صح يا إسراء، كل سنة وكلكم طيبين. رمضان شهر الخير، شهر التقوى، شهر العبادات، لكن باقي السنة بنعمل فيها إيه؟ لازم باقي السنة نكون زي رمضان. وزي ما إسراء بتقول رمضان اقترب من النصف، طب يا ترى إحنا بنعمل إيه؟ بنصلي وبنقرأ قرآن وبنقول أدعية بس، ولا في حاجات تانية بنعمل؟ في حاجات خاصة بشهر رمضان الفضيل بس ياريت كلنا نكون بنعملها، مش مجرد الأذكار والأدعية وإن احنا نختم القرآن وصلاة التراويح. الإحساس من جوه، الإحساس من جوه بالعبادات، الإحساس من جوه بقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. في ناس بتعمل حاجات كده، منها صلاة الفجر وإن احنا نقعد لغاية شروق الشمس علشان ندعي ونقرأ قرآن، ودي من العبادات الجميلة جدا جدا. كمان من العصر للمغرب جميل الوقت ده جدا جدا في العبادة. بيبقى عندنا روحانيات مش موجودة باقي السنة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني ده شهر القرآن، شهر المغفرة، شهر الرحمة، ياريت كلنا نستفيد منه. احنا صدقوني احنا اللي محتاجينه، ربنا مش محتاج مننا اي حاجة، احنا اللي محتاجين نتقرب من ربنا، احنا اللي محتاجين نتودد لربنا، احنا اللي محتاجين نعبد ربنا على حق، احنا اللي محتاجين ربنا يغفر لنا ذنوبنا. وكمان عارفه يا عبير في حراميه كتير جدا في رمضان. هتقولي لي في حراميه؟ هقول لك اه في حراميه. الحراميه دول ممكن يسرقوا منك صيامك. ازاي؟ اه فعلا ده ممكن يحصل لو اتكلموا معاك في غيبه او نميمه، او شغلوك عن ذكر الله سبحانه وتعالى، او حتى خلوك تتشاحن، تشيل في قلبك، تحس مثلا باي ضغينه، انت بالتالي بيتسرق منك صيامك. حافظ وكلبش على صيامك بايديك وبقلبك وبروحك، لانه فعلا رب العالمين خص الشهر ده بفضائل كتير جدا جدا. وزي ما دايما بقول انه فعلا الصيام عباده راقيه خالصة لوجه الله الكريم. ليه بقى؟ لأن أنت وإنت في أي مكان مستتر من البشر ممكن تاكل، ممكن تشرب، وبعدين الشهوات دي محرمة، مش محرمة يعني، الأكل والشرب ده حلال في أي وقت. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيخلي هذا الشهر في بعض المحللات إنها تكون ممتنع عنها. فسيطر جدا جدا على نفسك واستمتع بهذا الفضل الكبير اللي موجود في الشهر، وخصوصا بقى ان احنا كمان في مصر. في مصر دايما الفوانيس والسحور والمسحراتي والمشروبات الرمضانية، التمر هندي والعرقسوس والخروب وقمر الدين وحاجات تانية كتير فعلا بتميز مصر عن غيرها. الناس المغتربين يمكن عارفين كويس جدا انا بتكلم في ايه. والفوانيس، يمكن عبير انت بتحسي بالفوانيس الصيني اللي طالعه دي. أنا بزعل أصلاً لما بشوف الفوانيس الصين، بزعل لما بيكون الفانوس أنا جايباه من بره، يعني الصين هي اللي تصنع الفوانيس بتاعتنا بالأغاني بتاعتنا المصرية الجميلة بوحوي يا وحوي. أنا الفانوس بالنسبة لي هو الفانوس القديم، الفانوس اللي كان العادي خالص، الإزاز الملون أبو شمعة. وممكن الفانوس الخشب الأركد برضو شكله حلو جداً. العالم كله قلد الفانوس المصري، لكن للأسف إحنا دلوقتي بنستورد الفانوس من بره، مع ان احنا كنا بنصنعه حلو قوي، وده كان موسم لناس شغلتها بتقعد طول السنه تصنع فوانيس عشان الموسم ده.
بس هم وقفوا يا عبير الحمد لله الاستيراد وبقى اللي موجود في السوق بقى اللي هو ايه المتبقي. لكن انت فاكره الفانوس ابو شمعة اللي لازم يلسعك ده حضرتيه؟ طبعا طبعا حضرته اكيد. بس ده تحسي والشمع كان لازم يكون ملون يعني ملون. بنجيب علبه شمع ملون قبل رمضان عشان يعني نحطه ولازم واحنا ماسكينه. بس كان في فرحه. ايوه صحيح. كان في فرحه، كان في رمضان بروحانيات مختلفه، روحانيات في العباده وروحانيات في فرحه كده، وبنقعد نستنى رمضان. واحساسنا انا متاكده ان الاطفال والشباب دلوقتي احساسهم برمضان مختلف عن احساسنا وقت ما كنا في نفس سنهم. مفيش متعه بعد الفطار ان هم يتجمعوا ويبقى في سمر وقاعدين مع بعض ويحكوا حواديت ويحكوا قصص والمسلسلات والفوازير، برغم كم المسلسلات الكبير جدا جدا اللي موجوده على الساحه، بس صدقوني مفيش متعه رمضان بتاعه زمان. فاكره حتى الحاجات الخاصه بالاطفال، يعني انا كنت بحب جدا بوجي وطمطم وبكار، الحاجات الحلوه الراقيه المناسبه حتى لمجتمعنا. مش عارفه ليه الناس بقوا القائمين على الاعمال الفنيه مقلين في الاهتمام بالاطفال والحاجات اللي هي الجميله اللي زي بكار. نفسي بكار يرجع تاني. الحاجات دي يا جماعه ما ينفعش ابدا تبقى موضه قديمه او دقه قديمه، بالعكس. كمان المسحراتي لازم يجي ويخبط وينادي على كل الناس، مش بس في الحارات وفي الريف، لا ده كان بيجي في كل مكان في مصر. رجعوا الذكريات الحلوه، احنا محتاجين نرجع تاني زي الاول. والسنه اللي فاتت كان عندنا كبوه بتاعه الوباء، والنهارده يعني لسه الحمد لله يعني ربنا ان شاء الله يزيح عننا الوباء والبلاء، لكن اخف شويه، لكن حسينا بطعم الحاجات البسيطه يا عبير. بس برضو يا اسراء ما نقدرش ننكر ان الناس ما عادش عندها استعداد، وزي ما انت بتقولي بوجي وطمطم بكار وعالم سمسم والحاجات دي كان فيها جزء من التربية. صحيح. مش مجرد ان هو كرتون عادي، لا كان في جزء من التربية، والتربية اللي بتتناسب مع مبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا واخلاقنا. للأسف الأطفال دلوقتي بتفرجوا على قنوات غير مصرية للأطفال، وده بيمدهم بعادات وتقاليد مختلفة تماما عننا. ما زال لغاية النهاردة الفوانيس والعرايس بتتعامل بالشخصيات المصرية الجميلة اللي لسه معلمة جوانا. صحيح. انا بنوتي لسه صغيره ويمكن ما حضرتش اصلا بوجي وطمطم، وانا جبت في حتى في زينه البيت بوجي وطمطم. التربيه هي الاساس، انتوا اللي بتعلموا اولادكم ممكن يتفرجوا على ايه او يمتنعوا عن مشاهده ايه. عشان كده كمان النهارده زي ما عودناكم دايما معانا فقرات مفيده وان شاء الله تفيد حضراتكم. هنتكلم على التربيه، التربيه بشكلها القويم السليم الصحيح، وكمان قد ايه انه الصوم ممكن يهذب من اخلاقنا ويكون له دور كبير جدا في طبعا في تهذيب اخلاقنا واخلاق اولادنا. معانا ايه تاني يا عبير؟ معانا كمان فقره مهمه جدا عن الناس اللي بتخاف من الاكل في رمضان. أيوة. هنتكلم فيها عن التغذيه والتغذيه السليمه، التغذيه كمان العلاجيه. في ناس كتير بتعمل دايت في رمضان، وفي ناس بتطلع من رمضان وزنها زايد جدا، وفي ناس للاسف بتطلع من رمضان تعبانه جدا ومجهده، وخصوصا اصحاب الامراض المزمنه واللي عندهم أنيميا ومشاكل. النهارده هنتكلم عن كل التفاصيل دي في فقرة التغذية السليمة. وزي ما عودناكم ان احنا لازم نستمتع في خيمة ليالي رمضان على قناة مصر الزراعية بالإنشاد والابتهال الديني. النهارده معانا منشد صوته رائع جدا جدا، ساعدنا بوجوده معانا وهو هيمتعنا طول ان شاء الله ساعتين الهوا اللي هنكون مع حضراتكم بالابتهالات والإنشاد الديني، وهو فضيلة الشيخ طبعا إبراهيم شليبي. كل سنة وحضرتك طيب ونورتنا في خيمة قناة مصر الزراعية. نورتنا فضيلة الشيخ. احنا دلوقتي هنروح مع حضراتكم لفاصل، واللي هيطلعنا للفاصل فضيلة الشيخ ونستمتع مع اجمل الابتهالات. اتفضل.